لكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. قبل ما نبدأ فيديو تاع نهار اليوم نقول لكم ما تنساوش تدعموني باشتراك ولايك لهذا الفيديو وتشاركوه مع اهلكم واحبابكم. اليوم راح ندير معكم روتيني لنهار اليوم، يعني واش طيبت للغداء. كما راكم تشوفوا عندنا هنا مكونات سهله وبسيطه، رايحين نديروهم في هادو ليمو اللي راكم تشوفوهم خرجوا توندونس، يعني جات في فتره يعني مشاو كامل شراو منهم، يديروا 26000. كاين مدورين، كاين كاري، كاين مستطيل، كاين اشكال بزاف، يديروهم في الفور. فغشريتهم وقلت علاش لا ما نديرش فيهم دي ميني غراتان تاع بطاطا والدجاج وبالفرماج مع لاصوص تاع الدجاج. كما راكم تشوفوا هنايا هذا الدجاج كان عندي صدر تاع الدجاج نص صدر، طيبته درت فيه بصله، درت فيه راس الحانوت، درت فيه شويه قزبر وشويه فلفل كحل، خليتهم يتكتكو طابوا مليح، مرقتهم. بعد ما خليت برد جبتو فتتو هكذا لقطع كيما راكم تشوفوا. وهذيك لاصوص اللي بقات لي من هذاك الدجاج اللي طيبته فيها درت فيها زوج حبات من البيض، ودرت فيها حبه فرماج فتتها لداخل. هنا البطاطا قطعتها الى دوائر وقليتها، وعندنا هنا الفرماج مسكرفج. واش رايحين نديرو؟ رايحين نبداو نونطيو الكغاتان تاعنا. نديرو بطاطا كيما تشوفوا هكذا، نحاولو نديرو هادوك لي ماشي كروكونت. يعني بقاو لنا بقايا دجاج مثلا في خض ولا صدر، ما علينا غير نفتوه ونديروا له نديروا في هذه الطريقه، نديروه غراتان ولا كما حبيتو الطريقه اللي حبيتوه. اول شيء راح نديروا طبقه من البطاطا كما راك تشوفوا، نحاولوا نغطوا كامل الفراغات، نديروا طبقه سميكه يعني. وهاد ليمول ما تخافوهمش يدخلوا للفرن عادي، يعني ما تخافوش عليهم، وبلا ما ندهنو ندهن عفوا بلا ما ندهنوهم، لانه راهي البطاطا ديجا راهي مزيته، راح تطلق الزيت تاعها هذاك، فما تخافوش عليهم يلتصق. رايحين وهنا راح نزيدو، بعد ما درنا طبقه من البطاطا رايحين نديرو دجاج بهالطريقه. يعني هادو لي يخلو يخلوك ديري طبق فرد، يعني انديفيديوال، كل واحد يدي هكذا المول تاعو، تشبه كيما تاع لي ريستورون كي نروحو ندومونديو غراتان، ديروهم بهذه الطريقه. تحبوا ديروها بالبيشاميل، انا حبيت نكتفي غير بلاصوص تاع الدجاج اللي طيبته فيه، درت فيه زوج حبات بيض كيما قلت لكم، فبلا ما ديروا لاصوص بيشاميل، ماشي كاع الناس تحب صوص بيشاميل في اطباقها. انا هنايا راح ندير، قبل ما نزيد ندير البطاطا ندير شويه تاع لاصوص، لاني كي ندير طبقه تاع البطاطا راح تغطي لي، ما نقدرش لاصوص ما توصلش للتحت. لانه بعد ما رانا نمونطيو فيهم، يعني بعد ما رانا نديروهم في ليمول تاعهم، انا رايحين ندخلوهم للفرن مره اخرى، نديرو لهم هذه الطريقه، رايحين ندخلوهم للفرن. كما كنتو تشوفوا بعد ما درنا لهم لاصوص هذه راح نكمل نزيد ندير البطاطا، لانه هادو الليمول راح نزيدو نعاودو ندخلوهم للفرن باش يذوب الفرماج اللي عندنا هنايا. فراح نزيدو طبقة أخرى من البطاطا،
الطريقة، يعني وصفة سهلة ما تديكمش وقت بزاف، تحضروها في دقائق معدودة، خصوصا ان كنتو مزروبين جيتو من برا. تقليو بطاطا ويكون عندكم كما قلت لكم دجاج صدر، اما كان طيب من قبل او طيبوه دقيقه ما يديش وقت، صدر يدخلوا بالخف طياب. وانتم ديروا في البطاطا حاولوا يعني تطبعوها لداخل باش عفوا، وانتم ديروا في البطاطا حاولوا انكم تدخلوها لداخل باش هكذا نقدروا نزيدوا نديروا طبقه اخرى، نقدروا نزيدوا نديروا طبقه اخرى من الدجاج. هنزيد نكمل الدجاج هذاك، هذه الوصفة تقدروا ثاني ديروها بالفيون داشي ولا التان داشي كما حبيتو، سكالوب اللي عندكم في الدار تقدروا ديروها. درت الطبقات تاع الدجاج، راح نزيد نعاود ندير لاصوص هذيك هي اللي راح تزيد تخلي البطاطا تتشرب وتعطي لها الماء. نزيد الطبقة الأخيرة من البطاطا، يعني حتى نغطو هذيك الطبقة تاع الدجاج اللي درناها. حاولوا ما ديروش هذوك اللي يجيو كروكون بزاف، راح نزيد ندير شويه من لاصوص من فوق هكذا، حاولوا الاطراف هي صح. والان راحين نديرو الجبن المبشور، انا استعملت تستعملوا غرويير، تقدروا تستعملوا اي نوع من الفرماج اللي يذوب. انا رايحين نديرو من الفوق هكذا الفرماج هذاك. نكونوا ديجا شعلنا الفرن تاعنا اللي راح نديرو فيه هاد الاكله تاعنا، اكيد يعني الجبن حسب الرغبه، حبيتو كميه كبيره حبيتو كمية صغيرة، هذا الأمر يرجع ليكم.
ميني غراتان تاعنا كيما راكم تشوفوا كملناه، درناه مونطيناه كامل في الليمول يجي بهذه الطريقه. رايح ندخلو الفرن ومن بعد نعاود نولي لكم نوريكم كيفاش طاب، كي طاب كيفاش راح يخرج. نشوفوا بعد ما كملنا كامل هذيك البطاطا والدجاج درناهم في ليمون تاعنا ودرنا الفرماج من الفوق، سقيناهم بشويه لاصوص، راح ندخلهم الفرن باش يتجمر هذيك لاصوص من الداخل ويذوب الفرماج هذا اللي من الفوق، يعطي شويه لون هكذا ذهبي ويولي مقرمش كروستيون. بعد رايحين كي يطيبون جبد نوريكم كيفاش تاو. وصلنا لنهايه هذا الفيديو، نروح نوريكم الكراتان اللي درتو، لي ميني كراتان كيما راكم تشوفوا. تنفخ الحجم تاعهم لانه لاصوص اللي كنا دايرينها فيها البيض، يعني كي فيها حبه بيض. الله اكبر على حق الادب. درنا البيض راح نتفخ زاد الحجم تاعهم كيما راكم تشوفوا، وتزيد تخليهم يتحمروا من الفوق. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. رايحه نسي نقطع وحده تشوفوها كيفاش دايره. كما راكم تشوفوا شهيتكم في الجنة، راهي واحد الريحة هايلة بزاف وتجي خفيفة وطرية. نتمنى تجربوا هذه الوصفة وتدعوا لي بالخير ان شاء الله. نتلاقاو في فيديوهات اخرى باذن الله. يا من عاش، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. يلا سلام.